أما هلأ وصلنا لآخر فقراتنا لليوم، ومثل ما قلنا قبل الفاصل يومين ورح ندخل بال 2024، يعني بداية سنة جديدة. هاي البداية بحاجة لبدايات كتير جديدة بحياتنا، إن كان بأفكارنا، إن كان بثقافتنا، حتى بطرق أخطائنا. مفروض اليوم نغير، نروح لتصحيح هاي الأخطاء، نغربل الناس السامة بحياتنا، نبلش مشاريع وخطط جديدة. والأهم نحن ما نروح لل 2024 ومعنا الكم الهائل من الكبت والتراكمات والخيبات بال 2023. خلونا نقول لها شكرا، رح نبلش هاي السنه ببدايه جديده وتفاؤل جديد وطاقه جديده، على امل انه تكون 2024 هي تعويضيه. وخلينا نقول دائما هادي، انا بقول انه التغيير بيكون من الانفس افضل، يعني بالنهايه السنوات هي ارقام عم بتزيد. فخلوا الرهان دائما هيك على الطاقات الموجوده عندنا. ويمكن كمان رشا بكل سنه مثل هذا الوقت نحن بنقعد مع حالنا بنستذكر امور يعني مرت علينا، مشاعر، افكار مختلفه، ان كانت مشاعر النجاح، مشاعر الفشل، اشخاص يمكن دعمونا وقفوا حدنا، او اشخاص يمكن كانوا دروس وعبر بحياتنا. اكيد نحن مقبلين على عام جديد، لازم اكيد نغير بطريقه افكارنا لتكون ايجابيه اكثر وتكون اهدافنا افضل، نتخلص من الاشخاص مثل ما ذكرت رشا، الاشخاص السامين بحياتنا، واكيد نكون بجانب الاشخاص الايجابيين يلي بيدعمونا. خلونا نوضح اكثر مشاهدينا كيف منجهز للعام الجديد، وكيف منخطط لحتى نحقق اهدافنا، وكيف ممكن نستقبل السنه الجديده. كل هي الاسئله رح يخبرنا عنها اليوم ضيفنا محمد خير اللبابيدي، خبير بالتنميه البشريه. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك، اهلا وسهلا وكل عام وانت بخير. بخير صباح الخير استاذ، ينعد عليكم ان شاء الله هيك سنه خير علينا وعليكم، سنه بدايات حلوه بنقول فيها يا رب تكون تعويضيه على الشيء اللي راح، السنوات اللي راحت. بداية كنا عم نقول انه نحن يعني لا، مفروض انه ندخل 2024 نحن متخلصين من كل شيء مضى بال 2023، شو هي الخطوه خلينا نقول، او كيف نحن قادرين نخطط لبدايه هاي السنه الجديده؟ طبعا اساس الخطط المحاسبه، يعني اذا ما كان في محاسبه لا تخطط. كيف يعني محاسبه؟ تماما، يعني احنا الان بنهايه هذا العام، انت لازم تكون مثلا حاطط خطه للعام الماضي، اهداف معينه، شو انجزت؟ شو سبب نجاحك هون؟ شو سبب فشلك هون؟ بشكل عام نحن بحاجه للمحاسبه، المكاشفه. هذه المحاسبه والمكاشفه هي الدافع الاساسي لتحقيق الانجازات. فحتى على صعيد مثلا الحكومات، على صعيد الدول، على صعيد الكذا، لازم مثلا المسؤول يعرف انه والله في مين مثلا بده يحاسب، بده مين ينظر، بده مين كذا، حتى نشوف نحن شو انجزنا، وين اخطانا، وين اصبنا. صحيح. الان نحن لابد من هذه النظره مثل ما نقول التكاشفيه او المكاشفه برصيد العام الماضي، حتى بصراحه نحن تكون خطتنا حقيقيه. لانه كثير ناس بتحط اهداف، بتحط خطط وبتنام. يعني بتقول بدي اعمل، بدي اتعلم، بدي ساوي، بدي كذا، يومين ثلاثه بيرجع لها السنه كلها ما بيحقق شيء. تماما، لانه ما في مين يحاسب. الان نحن وقت بدنا نحط فرضا خطه جديده لهذا العام، اول شيء بده يكون عندنا نوع من التفاؤل. يعني نحن بصراحه اكيد وضع مؤلم، وضع عالمي مؤلم، وضع على صعيد بلدنا ازمه وحروب والى اخره، المنطقه شايفينها، لكن هذا لا يمنع أو لا يتخذ عذر أني أنا بصراحة ما أتقدم، أني أنا بصراحة ما أفكر، أني أنا بصراحة ما أتأقلم مع الحالة وأوجد فيها سبل النجاح. يعني بنشوف نحن كثير من الأشخاص عاشوا ظروفا صعبة، صحية، اجتماعية، مادية، وحققوا إنجازات، حققوا، صاروا يعني هذه الظروف الصعبة جعلتهم مثل ما بنقول قدوة. هلأ الظرف الصعب ممكن يجعلك عبرة أو قدوة، ما في حل تاني. لذلك احرصي أنك تكوني أنت قدوة. الأهداف اللي بدنا نحطها مثل ما قلنا بعد ما نقول أنه في أساسيات المحاسبة، لابد أنه تكون أولا قابلة للتحقيق. يعني ما الواحد يرفع السقف والله ياخذ هلا جرعة تفاؤل بعد هذا اللقاء ويصير بقى بده يمكن ما اللي واحد اللي يخلي الواحد يفيق ثاني نهار نسيان شو خطط. تمام استاذ، يعني خلال حديثك ذكرت انه كل الاشخاص بهذا الوقت العام الجديد يمكن بيكون عندهم اهداف جديده وافكار حابين ينفذوها، طيب خلينا نوضح شو هي الطريقه الصحيحه اليوم لحتى يلتزموا بهي الاهداف.
طبعا مثل ما قلنا نحن اول شيء الاهداف اللي بنحطها بتكون قابله للتحقق، يعني مناسبه لقدراتنا وما نمتلك من يعني امكانيات، مناسبه وان تجاوزتها قليلا حتى يكون في عندنا شيء اسمه تحفيز وطموح. ما نحط اهداف يعني عالية تصعب علينا نصاب بالإحباط في حال عدم تحقيقها. الأمر الثاني لابد أنه يكون بهذه الأهداف يعني الأهداف قابلة للتفاوت، يعني زيادة أو نقصانا، يعني أنا ما جبت 100% بس حسن جبت 80%. أوه ممتاز تماما. الأمر الآخر أنه لازم تكون مرتبطة بمدة زمنية، يعني ما حط هدف وبقى إمتى ما صار يصير سلم أمورك لله، لا بدها تكون مرتبطة لمدة زمنية أساسية مع مثل ما بنقول مرونة يلي هي احتياط. يعني أنا مثلا هذا الهدف بدي أتعلم لغة إنجليزية مثلا، فرضا معناتها بدي أخذ 3 كورسات خلال 3 أشهر. هلا في مدة بسميها التسامح أو السماح يلي هي شهر، ممكن يعدوا 4 ما في مشكلة، لكن أنا لازم حط زمن. الأهم رشا وهايدي بموضوع الأهداف أنه تكون مكتوبة، يعني ما بيصير أنا أحط أهداف بالدماغ. العين عندما تقرأ ترسل الرسالة إلى العقل الباطن، العقل الباطن بتحفز لتحقيقها. فبتشوفي أنا على جوالي هلأ بتلاقي عندي مثلا أهداف أو نشاطات أو كذا كل كل يوم أي إصرار خليها كل يوم أنا لازم بصراحة أطلع عليها وشوف إني قديش مثلا تقدمت باتجاهها. طيب اليوم يعني ذكرت نقطة إنه في ناس بتخطط بتفيق بتنسى، نحن اليوم ما فينا ننسى الظروف المحيطة، يعني كلنا عنا أحلام، عنا تطلعات لبكرة، بس ما عنا ظروف تساعد هذا أي حلم بحياتنا ممكن يكون عن جد بالنسبة لنا حلم. يعني طيب في ناس بتقول لك أنا ما بدي، أنا بدي أعيش يومي، أنا بدي نام وفي اللي بيجي من الله يا أحلام مثل ما قلت ذكرت حضرتك، هل هذا الأسلوب بالحياة صح إنه نحن نعيش يومنا بيومه؟ أو لا مفروض يكون عنا شيء لقدام؟ هلأ طبعا على صعيد نعيش يومنا بيومه هو صعيد الاستمتاع، أني أنا استمتع بيومي، استمتع بالصباح، استمتع بالشمس، استمتع بالمطر. هلأ عنا مناسبة مثلا أعياد الميلاد استمتع فيها، افرح فيها، انشور الفرح فيها، هذا لا شك هذا أمر ضروري. أما أني أنا أعيش بلا أهداف فهذا أمر غلط. هلأ مثلا مثل ما حضرتك تفضلتي أو هايدي تفضلت أنه نحن في عنا ظروف مثلا اجتماعية اقتصادية مادية صعبة، هل هذا صحيح؟ لكن أنا بدي أسأل سؤال، أنه هل هذه الظروف يعني أعاقت الناس اللي تخرجت من الجامعة عن التخرج؟ كل سنة عم نحتفل بتخرج طلابنا صح. من الجامعة كل سنة عم نحتفل بأوائل مثلا أخذوا علامات شهدات. ودخلوا إلى فروع جامعية كل سنة مثلا عم نشوف فرضا منشآت جديدة عم تفتح، محلات جديدة عم تفتح، آفاق جديدة عم تفتح، معناتها في ناس عم تتجاوز هذه العقبات وتتجاوز هذه الظروف، ليش ما تكون أنت منهم؟ أنا أشد ما أخشى أنه تكون عنا استراتيجية الأعذار، أنه خلص أنا أخذت استراتيجية الأعذار فبررت عدم نجاحي. دليل شو اليوم العذر اللي بنحطه لأنفسنا أستاذ؟ هلأ طبعا الإنسان يعني قد مثل ما نقول يلجأ إلى الخمول تحت وطأة الأعذار. يعني مثلا بيبحثوا عن إنسان حاول وما نجح، بيقول لك فلان ليكو حاول وما نجح، ليش أنا حتى حاول؟ فبيبرر القعدة، بيبرر انه والله تم قاعد بالبيت، قوم اشتغل، اشعوا فلان اشتغل شو طلع معه، قوم اتعلم، اشعوا فلان تعلم لك عم ببيع فلافل، كذا، فدائما بياخذ شو؟ اعذار، هلا انت ممكن تتعلم بس ما تبيع، طبعا مع احترامنا لبائعة البائعين الفلافل. اكيد، لا ما بنحكي عن الظروف الحلم. انا دائما بقول انه نحن الانسان الناجح بالمهنة اللي انت فيها تكون ناجح فيها، ولكن مثل ما قلنا اذا ما نبحث عن الاعذار من تم مكانك راوح يعني ولا تشعر بالتقدم، واي انسان بلا إنجازات فهو ميت ولكن ينتظر إعلان الوفاة. طيب أستاذ محمد اليوم قديش فكرة التأجيل بحياتنا فكرة كتير خاطئة وغلط؟ يعني اليوم كتير من الأشخاص اللي بنسمعهم بيقولوا لك أنه أنا مثلا رح كون سعيد لما أتخرج من جامعتي، لما أحصل على مصاري كتير، لما أتزوج، بيضل هيك ينتقل لهي المراحل وما بيحس يمكن بأهمية اللحظة. قديه فكرة التأجيل اليوم ممكن تحرمنا من كتير أمور حلوة بالحياة؟ هلا طبعا يعني بدي أقول والله أنا بدي أكون سعيد بس أتجوز، بقول له أتجوز وقابلني. يعني إذا ما كنت سعيد هلا تأخذ السعادة معك لما أسست الزواج
فلن تنالها. صحيح. يعني إذا مثلا أنا والله بدي إلجأ لمؤسسة العمل أو مؤسسة الزواج أو لأني أنا مالي سعيد بدي أخذ السعادة مني، بجوز الطرف الآخر يكون بحاجة أكثر ويأخذ سعادتك أكثر وتقول زوجنا لنسترس الله إياه مثل ما بيقولوا. لذلك نحن يعني أنا بدي أقول لك أنك تكون أنت مستقر سعيد آمن مطمئن بالمكان اللي أنت فيه بالزمان اللي أنت فيه، لأنه في عنا يا هايدي قانون كتير رهيب هو قانون الجذب. لأنه أنت وقت بتكون فرضا بحالة سعادة واطمئنان فأنت تجذب من الكون كل ما يوافق هذه الحالة ويزيدها. فإذا كنت أنت بحالة ألم حتستقطب الآلام والأحزان. يعني أنا بشوف مثلا ناس حزينة فرضا الآن، يعني هي طبيعتها حزينة، بتلاقيها على مدار الساعة حاطة على الأخبار وعم تبكي. عرفت علي كيف؟ وعم تقول يا لطيف شوف كذا، بكون تفرحوا شوفوا بكون. يا أخي أنت أصلا شو عم تقدم لهدنك؟ لو بتقدم شيء عملي انت عيني، اما انت عم تقدم الحزن، الحزن لا عم يفيدنا لا عم يفيدك ولا عم يفيدهم، ما نغير واقع بالنهاية. لاحظت كيف؟ اما لا، خلينا نكون ايجابيين، خلينا نحن مثلا يعني ما نرتع بحاله حزن لانه نستجلب نوعه، خلينا دائما بحاله تفاؤل ان شاء الله وامل. قد يسال واحد يقول اخي من وين يجي الامل؟ الامل مصدره وجود الله سبحانه وتعالى اللي تكفل فيك، يعني إنك بأعيننا، يعني رزقك وعمرك مضمون. فدائما خليك متفائل، لكن اسعى وأعمل وحط خطط ونفذها، وحاول دائما إنك تنفذ الخطة تشوف النتيجة تبعها، تقيمها، تعدلها وترد تنفذها من جديد. طيب أستاذ حكينا هيك بال خلينا نقول بالقصص العامية أو بالأساسات العامية للنجاح بأهدافنا دراستنا أعمالنا، ولكن إحنا اليوم كونه مقبلين على هاي البداية الجديدة، إحنا ما فينا ننسى المحيط اللي هو الداعم أو الهادم بيكون بنفس الوقت، ما فينا ننسى اليوم العلاقات السامة اللي مرقت بحياتنا، الآثار النفسية اللي تركتها، الأشخاص اللي حوالينا الموجودين لهلا بجوز عم يحاولوا منهم يدعموه ومنهم يفشلوا. اليوم شو أهم النصائح على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد النفسي لنروح لبداية عن جد تكون جديدة بحياتنا؟ هلا شوف، بدك تنتبه للمحيط اللي حولك. أنا بيجوني ناس مثلا مركز الاستشاري بيقول لك والله أنا مالي عارفان أنا مين، فبقول له اللي خمسة من رفقاتك اللي أنت لصيق فيهم فأنت واحد منهم. فأنا بصراحة وبكون قاعد مع ناس محبطين، مع ناس فاشلين، مع ناس ناقدين، مع ناس ساخرين، مع ناس حاسدين، مع ناس يعني بيطالعوا الكحل من العين، فأنا بصراحة حكون مثل حكايتهم تشاؤمي. لاحظت كيف؟ لذلك أنا بصراحة بدي انتبه لهذا المحيط، لهذا المعشر. قد يقول قائل أنا كيف بدي والله انتبه أو غير المحيط وهدول المحيط هن أهلي، هن والله مثلا زوجتي زوجي كذا. هلا بقول له دائما ابحث عن محيطات جديدة، يعني مثلا والله أنت بالأسرة مو كتير المحيط هيك يعني متفائل أو داعم لك، ممكن تنتسب لنوادي، ممكن تفوت لمعاهد، ممكن تفوت لمنظمات، هاي المنظمات بتعطيك الدعم حتى توازن بين المحيطين، تسبح بمحيطات جديدة يقدروا لك قيمتك، يرجوك هدفك، يعطوك الحافز. لذلك نحن دائما بدي ابحث انا عن المحيط الداعم. الاعلام له دور كبير بتاسيس هذا المحيط الداعم، بتسليط الضوء على الناجحين، بتسليط الضوء على الناس اللي انتصروا على هذه العقبات وانجزوا وحولوها، طبعا حولوا المحن الى منح وانتصارات. طيب شو بالنسبه اليوم للاشخاص المتشائمين بالحياه اللي بيقولوا لك انه عادي سنه جديده رح تجي ما في مشكله مثل السنه اللي قبلها، ما رح نحقق اي شيء، رح تكون اكيد صعبه مثل اللي مرينا فيها، هذه التفكير او هي الطاقه السلبيه قديش ممكن تجيب له عن جد امور سلبيه وتنعكس عليه؟ نحن في عندنا مجال في علم التنميه البشريه اسمه البرمجه اللغويه العصبيه. عندما انت عندما انت تتكلم هذا الكلام سيبرمج العقل عليه ويصبح حقيقة. فانتبه إلى ما تتكلم وبتقول والله يعني جاي الأسوأ، ما حنستفيد شيء، ما بعد الصبر إلا المجرفة والأبر كذا. هل العقل الباطن حيتبرمج على هذا الشيء ويحقق لك يا فعلا حتشوف أنت المجرفة والأبر. لكن لذلك عشو منقول دائما تفائلوا بالخير تجدوه. يعني الأنبياء أحبت الفأل الحسن. سيدنا عيسى عليه السلام كان يأمر الحواريين بحسن الكلام، بحسن الكلام في وقت الأزمات. يعني مثلا احنا شو بنقول كله خير، ان شاء الله لخير،
ان شاء الله القادم احلى. هلا انت ما عم تضحك على حالك، لا، انت عم تبرمج عقلك على هذا الشيء حتى بصراحه يحققه، لانه اي شيء بيتبرمج العقل عليه بده يحققه. العقل رشا مفطور عن النجاح، فاذا اعطيته فشل حيخليك فاشل ناجح بالفشل. إذا عطيته التشاؤم حيخليك متشائم ناجح بالتشاؤم، يعني بنقعد احنا ثلاثة مع هذا المتشائم ننجح، كل واحد يفكر بطريقة انتحار. صحيح، لاحظتي كيف بالقعدة معه؟ لأنه فعلا العقل مبرمج على النجاح، فأنت أعطيه نجاح إيجابي حتى ينجح بشكل إيجابي. أكيد إن شاء الله هيك تكون معلومات اليوم ذكرتها نقدر نحن خلينا نقول من أنفسنا نبلش فيها، نختار الناس الصح بحياتنا، ودائما عاطفتنا ما يعني دائما نحن شعب عاطفي، يمكن بتجرنا عاطفتنا أكثر لنفوت بعلاقات هي بالبداية كانت سامة، ولكن نحن خلينا نقول ما بدنا نقول طيبة القلب، أحيانا بتكون هي هم بالنهاية طيبة القلب خير من رب العالمين يعني بعثوا فينا، ما نكون منتبهين أو ما حدا منتبه من حوالينا أنه نحن عن جد بمأزق وبعلاقة سامة، فيا رب هيك تبعد هدول الأشخاص عننا وتبعث لنا الناس المتفائلين، الناس صح، اللي بتحب الخير، الناس اللي دائما الرب موجود بقلوبهم، دائما نحن بنقول أنه مخافة رب العالمين هي ممكن تحميك من نفسك قبل ما تحميك من الأشخاص اللي حواليك. تمام. شكرا لحضورك اليوم، بدي أتمنى لك عام حلو لإلك ولا عائلتك وأيضا لكل حدا هيك بتحبه بحياتك. خلي لي إياك يا رشا، شكرا كثير، شكرا هايدي، أهلا وسهلا فيك. طبعا شكرا للإخبارية السورية، ودائما إن شاء الله منقول القادم أجمل إن شاء الله، وكل عام وأنتم وبلدي بألف خير.